هرجع لحضرتك تاني واروح لسيادة اللواء في مسألة التنمية المحلية، وده الشغل الشاغل لينا طول الوقت. وتحس يا سيادة اللواء انه القصة بتاع التنمية المحلية دي مش عارفين لها، مش متضايقين نشوف لها ماسكة. يعني توالى وزراء كثر، وكل واحد كان بصبغته، في الهادئ وفي الصادم وفي الكذا، لكن واضح انه ملف التنمية المحلية محتاج إعادة صياغة في فكرة اولا إدارة المحليات وتطوير المحليات، وربما احنا مقبلين على انتخابات محلية تصلح شوية فكرة صلاحيات المحافظ. واحنا طول الوقت نقول لك ان المحافظ هو رئيس جمهورية نفسه او رئيس جمهورية محافظته، لكن لما اقعد مع المحافظين واسالهم يقول لي انا بجد ما عنديش صلاحيات اتامر، انا في الطب مديرية مش عارف ايه هي اللي تتولى، انا ماليش علاقة في التعليم مديرية التربية والتعليم كذا، انا مجرد منسق ما بينهم وهيبة كده، لكن صلاحيات ما فيش. فازاي نعيد صياغة التنمية المحلية دي عشان اي وزير جديد يجي ما يبقاش مصيره الفشل؟ يعني احنا كنا كخبراء في التنمية المحلية كنا مدعوين في البرلمان من ثلاث أسابيع لنفس الأسئلة اللي حضرتك طرحتها والحوار حواليها. والحقيقة مع لجنة الإدارة المحلية المنفتحة جدا برئاسة رئيس نشط جدا المهندس أحمد السجيني، احنا التقينا العديد من المرات، منهم مرة عندكم هنا برضو وناقشنا هذا الموضوع، وده في حد ذاته بداية حقيقية وصحيحة لإصلاح التنمية المحلية. صح. المشكلة إن نناقش المشكلة. صحيح. المشكلة في التنمية المحلية إن المنظومة نفسها عايزة إصلاح. تمام. لازم تحقق فيها مبادئ إدارة اللي اتفق عليها العالم كله. يعني لابد أن يكون عند حضرتك. ده إحنا لسه يا دكتور مش ست اللي هو مش عارفين نمشيها إدارة محلية ولا حكم محلي، ومش عارفين لسه أساسا تعريف المصطلحات عاملة إزاي، يعني لسه في مربع رقم صفر. ما هو حضرتك ده برضو لأني يعني التنمية المحلية أحد مشاكلها إن 99% من اللي بيكلموا فيها يعني ما لهمش علاقة صحيحة بالتنمية المحلية. أولا الإدارة المحلية، ثم التنمية المحلية، ثم الحكم المحلي، ثم الحوكمة المحلية، دي الأربع درجات بتاعة التنمية المحلية. تمام. وكل حاجة لها قواعدها ولها قوانينها وليها نظام. طب أنت بتختار هنا أنهي نظام بناء على إيه؟ على الشيء اللي يناسبني ولا على الأنظمة التي نجحت في تجارب دول أخرى فطبقها عندي؟ هو الأنظمة اللي نجحت في دول أخرى لأن هي ثابتة، النجاح اللي حصل في التنمية المحلية حل على الأقل 80% من مشاكل أي دولة. تمام. ولو إحنا نجحنا في التنمية المحلية إحنا هنحل 80% من مشاكل أكيد. مصر أكيد. بس ما ينفعش إن إحنا يعني نقعد نتكلم طول الوقت وما نشخصش تشخيص حقيقي. صح. ثم نتدرج في عملية العلاج. إحنا ابتدينا التشخيص الحقيقي وفي إدارة جيدة، لجنة جيدة في المجلس جدا جدا. طيب. ومناقشاتها جادة جدا واستعانت بكل، استعانت بالخبراء واستعانت بالأحزاب يعني انفتحت واستعانت بالشباب. تمام. وعملت جلسات حوار، وده في نفسه مبشر، وعدم الاستعجال في إصدار القانون أيضا يبشر. ده مش عايزين نسلو يعني، لا مفيش سلق في الموضوع. ممتاز. فهم حاسين مسؤولية. طيب